هاي الورقه مال من؟ ما ادري. تعال يمي تعال. شنو هاي الورقه؟ شنو اقراها وشوف. لا انا اقراها انت. شوف. انا ما اعرف اقرا. ما تعرف تقرا؟ اي اقراها انت. هذا كتاب رسمي من وزاره الصحه. اي وبعد عدي هسه انت غير تحكي لي المشكله حتى من نقراها. انا هذا ها قرار لا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دار التهيئة الطبي والمجتمعي والتربوي والمهني كتبنا المرقم هذا الرقم بتاريخ 2023/26/24/4 لما اللجنة الطبية يوم الأربعاء بالتاريخ هذا وفحصت المصاب. أنت حضرتك اسمك ريتاج؟ لا أبوها أنا ريتاج بنتي. ريتاج بنتك؟ إي وقفت حقها بالتقرير الطبي شلل دماغي ولادي درجة عجز 75% المريض يحتاج إلى معين انتهى القرار. هذا القرار. طيب هذا تقرير طبي؟ تقرير طبي. وضح لي هسه أنت أوكي هاي بنتك الله يحفظها ريتاج عدها. الله ياخذ أمانتها. لا 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 والله لا الله ياخذ أمانتها. الله عم شاء الله إن شاء الله ياخذ أمانتها وأمانتي. مليت يعني زين بالمستشفى مدينة الطب من البحر واليوم تخربطت انشمرت سخنت وانا قاعد ايجار ورعايه ما عندي شهرين ما مطي شهرين والزهره ما مطي شهرين راح يطردني وبسبب اقصر يا ريطني بس فهمني معوقه معوقه بايلها معوقه يعني لا اله الا الله يعني ما شهرين ما مطي لابو الايجار وبالذات هسه انا هاي العالم كلها تبوا علي شباب واي حس السح والله العظيم السح من هذا الحكي الحشي يا سلا طردني الله يا منو اللي طيني لا اخو لا اخت لا عم من عدا امي فقط الله يحفظها من عدا امي وش عدا امي هي راتبها 100 تعطيني اللي هي تعطيني المولد زين هذا نعم هذا سولفنا الموضوع هسه خلينا نوصل الموضوع اهدى شويه يا باني هادي الله يبارك فيك طلعت هواي وحشيت ما حد سوالف فايده الله يطيت رقية بالرعاية شوية ساعدتني رقية نعم ونعم الله عليها والله زين خوي أنا مقدم على الرعاية هم ما طلعت لي الباحث والباحث أدري حتى وين ألقى الباحث بس هدفتهم أنا مليت أريد راتب رعاية أنا شهرين ما مطي يعطيني السوداني يدفع لي الإيجار يا رئيس الوزراء محمد شاع السوداني ادفع لي إيجار ما السنة إيجاري 125,000 إيجاري 125,000 ادفع لي ما السنة ادفع لي ما السنة ادفع لي فعلا ما السنة هذه نسبة هاي بنتك الله يحفظها ريتاج 75% 75% عندها شلل دماغي ولادي تمام إيه ولادي مقدم لها على الرعاية هذا التقرير ايش وقت قدمت للرعاية؟ هذا وين اللي هذا مالتها الاستمارة وين الاستمارة؟ هاي الاستمارة وين الاستمارة؟ هاي مال ريتاج هاي الاستمارة هاي ايش وقت هاي الاستمارة بيا تاريخ؟ بيا تاريخ انا يا سوية قدمني انت مستفيد عندك راتب عندك شيء؟ هو حجله ما باسمي ما عنده حجله ما عنده راتب هو كيف قلت له سايق بيها اعطيني يومين 10,000 تمام خلي هذا خلينا نشوف الاتصال على الوزاره هسه انت خلينا نشوف موضوع الوزاره انا سنه ايجار اريدك لحظه لحظه هسه هذا انت انتظر الباحث حتى نتصل على الوزاره نشوفها وزاره العمل يلا هيدا رقم تليفونك وانا عندي تليفون من وراء العلاج بعته كلش ما عندك اي تليفون شو توصل يا كسر بعته على مود بنت جبت لها العلاج ميل يعني يا ليطيني بعتها نتواصل وياك شلون طريقه ما اسمع لي استاذ اي رقم تليفون بعائلتك ماكو والله ما عندنا بعتها على مود العلاج مال بنتي جبت لها القطرات مال الضمور هذا بعتها طيب احنا راح نتواصل يا استاذنا ويا المكتب الاعلامي لوزاره العمل لكن انت شنو اللي عليك بما انه ما عندك تليفون اخذ رقمك تبرقي اكتب رقمي اي هسه نعم قلم ما عندي شوف منو اللي عنده قلم اخوان يا عنده قلم كمل شوف قلم هذا قلم اعطيني ورقه اعطيني اي ورقه شوف لحين راح ملم بلي حسين مليت اتصل بيها باكر السبت من اي رقم حتى اقول لك وين تروح يوم الاحد ماشي يعني الله يبارك فيك